السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على أخبار سيئة للجزائريين بشأن قضية إعادة المباراة الجزائرية والكاميرون اللي ما كاش كاع. هذه كذبة داروها لكم، اشيوكم بها شعار. أنا في 3 شهور صيف، فنا 3 شهور 60 يوم، حسبوها 60 يوم، حسبوها وحدكم من 29 لليوم 60 يوم، راكم في 60 يوم. هاك تشوف كيفاش 60 يوم لعبوا بكم مخنثين. هذاك رئيس جمعية تاع مخنثين، هذاك يظل يجري مور الكلاب وقاسامة ايطو داو الدراهم، يعني ولا ديفوا يقيس فيها لهنا الجزائريين صحاب تاع الدراهم وكلش. بصح ولا يهدر رون فرونسي، نهار اللي راح القناة الفرنسية ولا يهدر بالفرونسي، فماك قعد يقار على الايطو، يعني كاش ما يتصل بيه. هو خدمتو هاك هذاك الصحافي، هذاك ماشي صحافي مزيف، يعني هو خدمتو هذه. نهار اللي قال لهم بلي عندي صحافي يخدم في الارامسي تاع الارامسي، خرج يهدر الصحافي تاع الارامسي. غير الناس ما مشاوش غادي بعد ندير هاك برا. عندي فيديو كثر خير، ناس جزائريين اللي ساكنين فرنسا رسلوها لي، قالوا لي ياليك راه هدر. قال لهم انايا خاطش هو لمح على ذاك الصحافي باللي هو اللي باع له، هو اللي منا ما كاش منها كاع. عاد شوف وين وصلت، غادي كاين امور وحدة اخرى. علاش خرج هذاك بو كلبا؟ قال لهم انا عندي ولادي، انايا ما شفت، انا ما شفتش الرشوة انت تهدر بيها. دير لهم شاشفت 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 ما شفت شاشفتو، قولوا لنا شاشفتو. وين ما زالت فئة واسعة من الجماهير الجزائرية تتمنى نفس وتمني النفس وبشكل كبير في إعادة مباراة الجزائر والكاميرون والتي لعبت ضمن إياب الدور الفاصل، وتعرض فيها المنتخب الجزائري ظلم تحكيمي واضح من الحكم قاسامة. يا ودي قاسامة قاسامة قاع ما قالكمش لعبو دير صوصن صوصن ديرو تروا، نتوما صوصن درتوه تروا وتصفقو. نورمالمون من الدقيقة الأولى وي برا خرجها، خاطش علاه طلع زوج طلعات مكاش كاع. ما عرفتش شحال لعب، شحال شحال لعب، والله العظيم ما دار روتري، والله ما دار روتري مليح. باش يكون على بالكم يعني تقصرو علينا. قاسامة 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 5 ثواني قاسامة هو اللي مركا البنت. قاسامة كان بعيد، قاسامة كان بعيد، قاسامة شا دخلو توش سيدي تاود. اي انا مش انا ناكلو من ناسي محمد المغرف، مش انا ندخلها من انا في وذني. انا ما تجوز تقصرو عليا تقول لي قاسامة كان باقي 2 دقايق. قاسامة طلع الصونط 2 دقايق اللافر، قاسامة طلع الصونط. اهضرو بلي قاسامة طلع الصونط باقي 2 دقايق. انا مانيش ندافع على قاسامة، انا راني ضد هادو الناس اللي ساهموكم باللي قاسامة هو اللي خسرنا، اللي ساهموكم. اي قولوا قولونا حنا كي لعبنا، انا نهار اللي نشوفكم، شوف انا نهار اللي نشوفكم هدرتوا على التاكتيك دو جو كيما مزاري تعايروا غوارديولا، قولوا له باللي غوارديولا حمار، انا فماك نولي نقول لكم قاسامة هو اللي طيح الجزائر. نهار اللي نولي نشوفكم مليح تهضروا تحاليل في كرة القدم، مالغري ما تعرفوش مالغري حمير، بصح شتايلا نشوفكم تحلوا المباراة وتنتقدوا المدرب كيما انتقدتوا، تنتقدوا كيسموه غوارديولا، يعني ما يعرفش وحمار وابو صلعة وابو من وابو من. انا فماك نولي نقول قاسامة هو اللي خسرنا. بصح ما دامني ما شفتش يعني ولا واحد راجل، ماشي راجل، مرا فيكم، خاطش نتوما المخير فيكم رخيص، نتوما راكم تهضروا، المخير فيكم رخيص، ماشي رجالة، المخير فيكم رخص بوخرسون، هذه هي. هاني نشوفكم هدرتوا على التاكتيك دو جو تاعنا كيفاش لعبنا وكيفاش الخطة تاعنا لعبناها، وفماك فماك نخرج ندير لكم كيما عندكم الحق. قاسامة هو اللي خسرنا. صح مادام ما هدرتوش الصح انا ما نجيش معاكم، ما نهدرش الهضره تاعكم تاع الاوهام. هذاك بشكاره مين هدرت معاه؟ زدت هدرت معاه في يومين
وين قلت له يا ودي؟ قلت له كاينه منها، قلت له ديك صوفيا، قالت لي اربعه. ولا يضحك ما قال لي لا والو. قال لي مانيش قاعد مانيش قاعد. قعدنا نهضر معاه، قلت له صح على ما تهضروش على التحاليل تاع عمو. قال لي انا خاطيني ما نعرفش. استعرف قال لك انا خاطيني ما نعرفش. شو كيفاش؟ مي قلت له لاربعة، قلت له يا درا، قلت له شتا صوفيا قالت لاربعة كاش خبر ولا؟ ولا يضحك ما قال لي لا واهلا لا. قال لي صح تبات. قلت له صح ما تهضروش على التحاليل. قال لي انا خاطيني ما نعرفش. اي راه يهدر، راه يدير لايف، يهدر على ذاك بو كلبه ويهدر على ذاك مخنثين، عرفهم كي دايرين. نتحداكم يزيد مشاكره يهدر على رئيس لجنه المخنثين ويهدر على بو كلبه، ايا نتحداكم. قال لي غره، قال لي ما امنش راسي، قال لي بانوا رجاله، قال لي في اليوتيوب في قال لي من بعد قال لي كي عرف، قال لي شتهم غرات كبار. يا ودي قلت له ماشي قعرات، قلت له حجره طايحه من السماء طاحت في الارض من المريخ. هاود تشدي القعره كي دايره ديرها. قلت له براكين ميته، براكين بصح ميته. وين نعاودوا وين يعود الامل للجماهير؟ يعني بعد ما قال لك بلي وين اعاده، وين ديك صوفيا قالت لهم لا ربعه، خرج واحد يعيط له ايد جعفر قال لهم الاثنين، وين يعود الامل للجماهير في اعاده المباراه الجزائر والكاميرون الى خطوات التي اقدمت عليها بعض الناس اللي راهم مازالوا يبيعوا في الاوهام في مطلع، وين طعن لناظراتها الدوليه المطالبه بتحقيق في اداء الحكم قاسما وفق ما قاله يعني هارون، كما قال كما ذاك رئيس لجنه رئيس جمعيه تاع مخنثين. تعقلوا عليها مين خرج البيان؟ حنا قلنا صحيح هي صحيح. اش قال لكم؟ قال لكم كاين زوج تاع الدوسي الاول ما نحسبوش، الدوسي الزاوج. ومن بعد اش قال لكم؟ قال لكم بالادله الاهلي الليبي دا الدوسي تاعنا وحطه في الفيفا بالادله. من بعد الاهلي اللي الناس لعبت كاس الكاف ولعبت بنا وكبلت، هو مازال يقول بالادله. يعني وعكس كل الامال ونوجه الصحافي المصري صدمه قويه للجزائريين الاملين في ان تعاد مواجهه يعني بكشفه مستجدات في مشوار في منشور على صفحته الشخصيه في منصة الفيسبوك. وأشار الصحفي المصري محمد سعيد إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لا تنوي إعادة أي مباراة من مباريات الدور الفاصل، منوه إلى أن رد الفيفا يعني كان بشأن أربع ملفات أحيلت على لجنة انضباط تابعة لها، أمر سيصدم الكثيرين. وأضاف الصحفي محمد سعيد في منشوره يعني ان لجنه انضباط ستكتب من لجنه التحكيم او الفيفا يعني وين اكتفت بتسليط عقوبات انضباطيه على بعض الاتحاديات الوطنيه لكره القدم، وتبع ان الاتحاديه المعنيه بالعقوبات هي التي شهدت ملاعبها عدم قدره الامن على التسليط. يعني وين قال وين في حال صدقت تسريبات صحافي يعني وين شاهدنا كيفاش الحلم الملايين الجزائري في إعادة المباراة الكاميرون يعني الملعوبة في تصفية كأس العالم قطر يكون قد وقتها قد تبخر. يا ودي احنا غير انتم راكم تتبعوا في واحد تتبعوا من والله لا قلناها لكم في 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 الكاس في الكاس ابريل قلناها لكم انتم تبغوا العيا. وين هذاك المصري ابو حسقه ولا ما كيعيطوا له ذاك ابو حسقه ذاك المصري؟ هيا قولوا لي ذاك المصري وين راه؟ هذاك اللي يقولوا له ابو حسقه ولا ما عاد كيعيطوا له ذاك ابو زبطه ابو زبطه ولا ما كيعيطوا له؟ حنا مي قلناها لكم كذبتونا. ها ولا وين هذا الصحفي العيادي هو اللي دارها؟ هيا لا وين راهي؟ هيا لا ها ولا شو بين لو 15 ابريل قلت لكم خبر رسمي ولا البارتي ما تعاود وقاسما والله ما يتعاقب. انتوما بغيتوا الهو والاحلام الورديه. حنا مي كانت الفرفاره نايضه عند هذو يديروا اللايف ومنا وقاسما وباسيت بينا والاخر يقول لهم روحوا نعطيكم انا الادله. قلت لكم يا ودي راكم تتبعوا في الريح. كاس ابريل هما الاونز قروا علينا الاونز ابريل. قال لك يا ودي بار قال لك اكذبت الميل هذيك اعطيه لهم ولا قيسوا. والله كيما راني نقول لكم 11 ابريل كملوا معنا
11 أمريكا كبار هما معابي شكون هادو اللي يهضروا. أيه كمل لي كملوا معاكم نورمال.